أنا أول شيء قبل ما أبلش بالجواب على هذا السؤال، أريد أن أستغل هذه الإطلالة وهذه المناسبة لأتقدم من أخي سيادة الرئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد بأحر التعازي والتضامن والتماسك معه لحماية سوريا وأهل سوريا من كل المخططات الإرهابية، كما أتوجه إلى مشايخنا الكرام في جبل العرب وأهلينا بأحر التعازي على كل فرد سقط شهيدا في معركة ما في أعطيها طابع داعش وجبل العرب، داعش والجيش السوري، داعش وسوريا، بقدر ما هي مواجهة مفتوحة أمام إسرائيل وكل المخططات اللي كان مقصود منها وبعده مقصود منها ضرب وحدة الجغرافيا السورية، واللي الدروز في جبل العرب مثل كل أبناء سوريا وقفوا سد منيع في وجه كل المخططات، مش من اليوم، منذ بداية الأحداث ومنذ بداية المؤامرة اللي بدأت على سوريا بال 2011. وبدي أذكر أنه نحن من حوالي 6 سنوات طلعنا وعملنا اجتماع في جبل العرب وأصدرنا وثيقة مع مشايخ العقل وحطينا نقاط واضحة وصريحة عبرنا فيها عن التزام الدروز في جبل العرب وفي جبل الشيخ وفي كل المناطق السورية وفي الجولان طبعا، التمسك بوحدة سوريا، التمسك بالدولة السورية بالنظام، بل أكثر التمسك بشخص السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد لما يمثل من رمز وطني وقومي كبير على مستوى هذه الأمة، مش فقط على مستوى سوريا، لأنه معركة سوريا لا تعني سوريا بالتحديد بقدر ما تعني ضرب كل مقومات هذه الأمة وكل هذا الخط الوطني القومي الواضح والصريح المقاوم في وجه إسرائيل ومخططاتها. ما حصل حضرتك قلتي وبدي أكد عليه بمقدمتك حول هذا السؤال واضح وصريح. إذا منشوف منين انطلقوا داعش، وين المواقع اللي انطلقوا منها داعش لتنفيذ هذه العملية الإجرامية الإرهابية البربرية على الدروز والسوريين في جبل العرب، هي واضحة معلمة، واضح مين حرض له، مين هيأ له. الأمريكان مش بعيد عنا قطعيا، وكل ما يلوذ إلى هذا الخندق اللي رسم التآمر على سوريا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب هو وراء كل ما حدث أمر عملية أمريكا. يعني طبعا يعني هذه منا مسألة لا محلية ولا قرار تخطيط إسرائيلي طبعا طبعا يعني وإذا يعني أمر عملية إذا أمريكا تخطيط إسرائيلي، إذا بتشهدي كل اللي صار من حضر للقنايترة، ما هي صارت قبل من حوالي السنة، إذا بتتذكري كيف بدأت وكيف صارت وكيف، وبدي ذكر كيف إسرائيل نزعت الشريط الشريط الحدودي بيننا وبين سوريا ببلدة حضر الدرزية في جبل الشيخ، وتركت جبهة النصرة أنه تفوت من ميلة الأراضي الفلسطينية المحتلة والسورية المحتلة للدخول إلى حضر، وتم وقتها تحرير حضر الحمد لله بمقاومة الجيش ومقاومة الأهالي بكل عنفوان وعزة وكرامة، ورفض المطلق المطلق والواضح والصريح رغم كل التشويشات والأكاذيب والأضليل اللي طلعت، وأنا اجتمعت فيهم لمشايخ حضر وأنا نسقت معهم لمشايخ حضر ولمشايخ جبل العرب كل الأضليل اللي تمت. هذا كان قرار واضح وصريح الانتماء الوطني والقومي وصرخة عارمة، بل أكثر من ذلك بدي أذكر أنه طرح وقتها على أهل حضر أنه يجيهم مساعدات من الدروز
في الجليل يعني بفلسطين المحتلة، وتم رفض قاطع لهذا الموضوع. هيدي هوية الدروز الحقيقية بدون مجاملات، بدون تغطية على أحد. القرار الدرزي ما حدا لا في لبنان ولا في سوريا ولا في أي مكان قادر، إنه جربوا كتير وجربوا بكل الوسائل إقليميا ودوليا ماديا ومعنويا الدخول إلى تفكيك هذه الجبهة العربية الدرزية السورية، وفشلوا فيها كل هذه. ما كان الهدف من هذا الهجوم برأيك؟ ما كان الهدف من هذا الهجوم؟ طبعا الهدف قتل يعني عدد كبير من الضحايا، ولكن الهدف السياسي لذلك. الهدف السياسي رأيي الشخصي، طبعا ما عندي كثير هذا، بس رأيي الشخصي انه داعش والإرهاب التكفيري عم يلفظ أنفاسه الأخيرة في سوريا. نعم. عم بجربوا وعم يفشل. يعني مبين واضح الإرادة الشعبية السورية المواكبة لقرار الدولة السورية بهذا الموضوع هو اللي أفشل كل هذه المخططات وكل هذه كل هذا الإرهاب. ألا تعتقد أيضا أن ربما هذا الأمر مرتبط ب السعي الأمريكي إلى البقاء في سوريا؟ طبعاً. يعني الضغط على الروس، على الجانب الروسي، إلى أن تبقى أمريكا خصوصا في قاعدة تنف التي هي هامة بالنسبة للأمريكيين. ستنا خلينا نفوت بالموضوع بشكل كتير واضح وموضوعي. الأمريكان طبعا بكل المواقع اللي أخذوها في سوريا وبكل دعم للمنظمات الإرهابية في سوريا عبر كل هذه السنوات ما كان بودهم ترك أي موقع ولا خلق لهكذا إرهاب تكفيري إلا لتتميم غرض إسرائيلي واضح وصريح المعالم بتقسيم سوريا، باللعب على الوتر الطائفي المذهبي العنصري. يعني ما خلوا طريقة وفشلوا. نعم. وبالتالي شفنا الانتصارات المتكررة في سوريا والمتتالية اللي بدأت في كل المناطق شوي شوي. جبل العرب طبعا نحن كنا متوقعين انه طبعا مش متوقعين توقيت، بس متوقعين انه يصير في هجمة على جبل العرب نتيجة هذا المخطط. وبالتالي المواجهة اللي تمت والغدر اللي صار من قبل الإرهاب وانطلاق من المواقع اللي حضرتك حددتيها معروفة المعالم، معروفة نوعية السلاح اللي استخدمت، منين انجابت وكيف انجابت وشو القرار اللي اتخذ في هذا الموضوع. طيب مير، تواصلت مع القيادة السورية بعد الحادثة؟ أنا على تواصل دائم مع القيادة السورية، مع الرئيس بشار الأسد يعني دائم. ماذا كان هناك، يعني ماذا دار بينكم؟ ما في شك أنه الرئيس الأسد انتصر نتيجة إصراره وعزمه وحكمته وموقفه الثابت القوي المتماسك بحزم كامل وبدبلوماسية كاملة. طبعا الرئيس الأسد واضح الهدف، واضح الرؤية، لا يفرط، لا يفرط قطعيا بحب التراب من التراب السوري. نعم. واضح بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية، على وحدة الدولة السورية، على رعاية الدولة لكل أبناء سوريا. وهيدا الهدف الأساسي اللي خاض فيه معارك السورية ضد الإرهاب واللي نجح فيها واللي قدر أنه يخلص سوريا من المؤامرة اللي كانت وما زالت مخططة على
هل يريد تطويع جبل العرب بالقوة وأخذ 40,000 شاب درزي إلى أتون إدلب كما يقول النائب السابق وليد جملاط؟ ستنا دخيلك، أول شيء وليد جملاط متآمر، وليد جملاط اللي حصل في جبل العرب. ماذا يعني متآمر؟ متآمر مع المجموعات، مع داعش يعني؟ مع مين؟ مع الشياطين يعني، مع مين ما كان. أنا بدي أقول لك كلمتين وما بدي استند لتحليله لكلام سياسي أنا عم قوله، بدي استند للكلام اللي هو قاله. اللي بيطلع من سنتين بحلل دم الدروز في جبل العرب هو مسؤول عن كل قطرة دم سقطت في جبل العرب. دم الدروز لهن مع النظام يعني، مع الرئيس الأسد. يا ستنا دخيلك، لما تقولي محلل دم الدروز مع الرئيس الأسد يعني عم تحكي ب90% من الدروز. لا مش مزحة هالقصة. يعني لا. وليد جملاط يدعم 10% فقط؟ إذا في 10%، أنا ماني شايفهم في 10%. يعني جرب يلعب وجرب بعت ناس على الأردن وبعت ناس على تركيا وجرب يبعت من هون رسائل وهذا وما نجحت معه. ما نجحت معه وفشل فشل ذريع. فهلق اللي عم بيحاول يغطيه وباتهامه المسبق والواضح والصريح للنظام، هذه من الألعاب والأضاليل اللي بعده ماشي فيها منذ سنوات لحد اليوم، تنفيذا لأجندة متآمرة على سوريا. ومجرد أجندة من؟ ما عم قل لي أمريكية يعني؟ كلها إسرائيلية؟ كلها طبعا طبعا طبعا. ليه بدنا هذا اتهام؟ مش اتهام خطير. يا ستنا ليش بتقولي اتهام؟ مش أنا اللي متهم. أنا مقتنع، مش أنا متهم اتهام. لما بيوقف هو بيقول دم الدروز حلال أو مهدور، وهذا الأستاذ مارسيل غانم موجود. هذا المقطع الفيديو تم تناقله كثيرا لمقابلة قديمة مع وليد جملاط في برنامج كلام الناس. شو معناته؟ هاي قلة المسؤولية وقلة الحس الإنساني مع الدروز. شو بدك فيهم للدروز بسوريا؟ شو إلك فيهم للدروز يعني؟ هذا الكلام أهدر دم الدروز اليوم من قبل داعش. طبعا استغل. كيف نحن بدل ما لا تحمله أكثر مما يحمل؟ لا ما عم حمله أكثر. كلامه لهذه الدرجة ربما يحظى بتأثير في أبداً سوريا أبدا. وأكبر دليل على ذلك بدي أذكرك لما حاول، ولي معلش أنا ما بقى بدي معش رح أسكت على الموضوع. ما يعني هذا مع احترامي لكل الناس. لما صارت مجزرة إدلب وانقتل بال2015 40-45 درزي عزل من السلاح. معلش خلينا نتذكر كتير منيح انه راح على تركيا وزار تركيا وطلب رسميا تهجير دروز إدلب الى تركيا. هو قل طلب حمايتهم مش تهجير. ستنا لما بتطلبي انت الدرزي ما بيترك ارضه، مع احترامي هيدي شغلة معروفة تاريخيا. لا مش هيك القصة، انه هيدا ابدا. واكبر دليل على ذلك انه الدروز رفضوا. بس تركيا لم تحمي الدروز في ادلب. هلا هيدا موضوع اخر، بس تركيا لم تحمي الدروز في ادلب. بشو حمت الدروز في ادلب؟ سميلي بعد المجزرة ألم تحميهم؟ يعني لم نسمع أنهم تعرضوا لشيء بعد ما حدث حينها. لقلق الوضع هناك ماشي الحال، بس أنه أنا كمسؤول درزي طالب بتهجير الدروز من منطقة ونقلهم إلى دولة أخرى. طب مير، سنتحدث كثيرا عن كثير من المواقف للنائب السابق وليد جملاط، ولكن أريد ردك على هذه المسألة تحديدا، مسألة التجنيد الإجباري. يعني يتم تنقلها كثيرا على مواقع التواصل أن الدولة السورية تريد أن تجند دروز من جبل العرب وهم يرفضون، ولذلك دفعوا الثمن بأن قتلوا على يد داعش.
ماذا في قصة التجنيد الإجباري؟ صحيح أن هناك عمليات تجنيد إجباري للدروز في السويد؟ تجنيد إجباري للدروز في دولة، في نظام، في قانون لكل الشعب السوري، ما فيش للدروز ولا العلوية. يعني ليس الدروز مستهدفين بشكل خاص؟ أعوذ بالله، ولا لا من قريب ولا من بعيد. التواصل الاجتماعي رح يخرب، خرب بلادنا ورح يخرب البلاد أكثر. الخراب الاجتماعي يعني. الخراب الاجتماعي لأنه كله بيطلع لك واحد بيعمل 200 فيك أكاونت وبيبلش يزت خبريات كلها كذب وكلها نفاق وكلها مش مستندة على شيء، فقط للتحريض الطائفي والمذهبي والعنصري خدمة لإسرائيل. أنا ما بقى فيي حط حدا في هذا الإطار على قاعدة البراءة، لا، ما حدا بريء، لا، البريء اللي بيغلط غلطة وبيرجع بكفر عنا، بس اللي بيستمر فيها ما تركاش دائم على مدى سنوات، يعني متورط لفوق دينه في التآمر على وحدة سوريا وعلى الدروز أولا في سوريا وفي لبنان وفي كل المناطق، لا، هي بطلت لا هفوة ولا غلطة ولا زلة لسان، لا، صارت تآمر بكل معنى الكلمة، وهذا أمر مرفوض. واللي حصل امبارح، معلش بدي هلق طالما عم تسألي، اللي صار بعباين امبارح حفلة غش. سنبقى قليلا في سوريا فيما يحدث هناك. أمير طلال أرسلان، لو سمحت، هناك من يقول بدأت أصوات تطالب بحكم ذاتي في السويداء. بعض المعارضين السوريين يقولون الدولة السورية لا تستطيع أن تحمي أهالي السويداء، نحن نريد حكما ذاتيا. ما ردكم على هذه الدعوة؟ مين الأصوات؟ معارضين سوريين. من أني؟ العديد من المعارضين كتبوا على مواقع التواصل. نرجع على مواقع مواقع التواصل هلق بظهر من عندك، منهم بعمل لك 200 فيك اكاونت وبحط لك اللي بدك الحكي دخيل. السويداء ليست بحاجه الى حكم ذاتي، تستطيع ان تحمي نفسها. ولا مش تحمي نفسها، ولا القرار الدرزي التوحيدي واضح وصريح في جبل العرب وفي الجولان وفي جبل الشيخ، الانتماء الوطني والقومي للدولة السورية مهما حاولوا جربوا كتير كل الناس. ما في نقمة يعني على الدولة السورية الآن في جبل العرب؟ يا ستنا خلينا نحط الأمور ب. أنا أسألك الأسئلة التي يسألها الناس، خلينا نحطها بإطار صحيح. هلق يمكن في ناس متذمرة من موضوع المازوت، في ناس متذمرة من موضوع مسائل حياتية، يعني مثلا هيدي ممكن بتصير وين ما كان، وين ما كان وطبيعية. بس إنه في حدا بجبل العرب أخذ قرار سياسي غير واضح المعالم بالانتماء الوطني والقومي، هذا شو بدك فيه؟ هذه مسلمات لا مجال البحث فيها ولا مجال الرهان عليها، لا من قريب ولا من بعيد. وأكبر دليل، أنا يا ستنا بقول لهم، خلينا نترك جبل العرب شوي عجلة، اللي بده يقرأ الموقف الدرزي الوطني والقومي الصحيح البوصلي يطلع بالجولان. الجولان كم سنة له ضم، أعلنت إسرائيل انضمامه لإسرائيل. اليوم كان في مظاهرة دعم للأهالي في السويداء ورفع العلم السوري. نعم، قل لك كم سنة ستنا؟ سنة 81. يعني عم تحكي كل هذه السنوات لم تغير من واقع. أعوذ بالله، ولا أهالي الجولان. أعوذ بالله. وعلى الملأ وبشكل واضح وبدون مواربة ولا بدون أي شيء واضح، هيدا المسألة، هاي الهوية الوطنية والقومية اللي للدروز اللي حافظوا عليها 1000 سنة، مش مسألة آنية. يا ستنا اللي حافظ الدروز عبر التاريخ مش انعزال ولا قوقعة ولا تسكير على حالهم، اللي حفظ الدروز عبر التاريخ
انتماء الوطني والقومي. نعم هذه هاي اللي حفظت الدروز مهم. هاي اللي حفظت مير. الدروز من ألف سنة. نعم. مش من يوم واثنين وثلاثة. وكل مين عم بجرب يقوقع الدروز بكل صراحة لحقولها هو متآمر لذبح الدروز. الدروز أقلية في الشرق ما فيهم يعيشوا بإطار اللي إسرائيل عبر سنوات وعبر مخططات طويلة وقديمة إنه يسكروا على حالهم وتحولهم إلى حرس حدود. ما زبطت معهم. وكل درزة تعاون مع إسرائيل لتحقيق هذا الهدف بشكل أو بآخر فشل. الدروز وكل أقلية ما ممكن تنحفظ ولا ممكن تنضمن إلا بسياسة الانفتاح بإطار الوطني والقومي اللي بيحميها بعزتها وبكرامتها وبوجودها. انطلاقا من هذه القناعة تمسكنا جميعا بالخط الوطني والقومي. نحن لا نحن ما قادرين انه نكون مثل ما بقولوا يعني فتات لخدمة إسرائيل. الدروز مير. علة وجود نعم. في هذه المنطقة عبر ألف سنة هي خطهم الوطني والقومي. لأنك تتحدث عن إسرائيل أريد أن أسألك حسب المعلومات المتوفرة لديكم، كان هناك بالسابق يعني قبل أن تمسك الدولة السورية بشكل كبير الأمن في السويداء كان هناك مهربين، كان هناك ناس تدعم داعش بالمال بالسلاح بكل ما هنالك انطلاقا من السويداء. هل ما زالت هذه الظاهرة كبيرة؟ يعني هل ما زال هناك فئة تقوم بهذه المهمة؟ ستنا هلق بكل مجتمع يمكن بتلقي لك كم واحد. هذه مش يعني ما فينا نقيم السياسة على هيك ناس أو على هيك. عندك ناس يمكن تشتغل بالتجارة هذا شو يعني ما نفوت بالزريب، خلينا بالإطار الصحيح. طب ماذا بالنسبة لمشايخ الكرامة مير؟ يعني النائب وليد جنبلاط يعول كثيرا عليهم، يدافع عن حقوقهم، يقول بأنهم يتعرضون يعني يخشى من أن يتعرضوا للغدر النظام كما هو يقول أيضا. هل تشاطره هذا التخوف؟ انتقام النظام يريد أن ينتقم أن يغدر بمشايخ الكرامة؟ يا ستنا أول شيء مشايخ الكرامة إذا عندهم بعض الملاحظات أو بعض المطالب أو ما بعرف شو، ليش يا وليد جملات عم تحطهم بإسرائيل؟ مين عم بيقول إنه مشايخ الكرامة ولاءهم مش للدولة السورية؟ مين عم بيقول إنه مشايخ الكرامة ليش عم بتحولهم وتشوهلهم صورتهم ليصبحوا مشايخ الكرامة وأكنه هن متواطئين بخطة إسرائيلية لضرب وحدة سوريا والأراضي السورية؟ مين قال؟ بس هن مع الثورة. أنا مشايخ الكرامة مع الثورة السورية. يا ستنا أليس كذلك مير؟ أي ثورة؟ الثورة السورية. ما كان يعرف بالثورة مين قال السورية. مين منين هالكلام؟ مين قال هالكلام؟ هذا كلام النائب وليد جنبلاط أليس كذلك؟ هيدا كلامه مثل كلام هودي الفيك أكاونتس تبع الفيسبوك. كلامه فيك يعني؟ ما حقيقة مشايخ ما حقيقة الموقف مشايخ مشايخ الكرامة من الدولة السورية؟ مشايخ الكرامة موجودين بجبل العرب. نعم. وجزء لا يتجزأ من الدولة السورية. عندهم بعض الأمور الداخلية اللي ممكن تنحل. هيدي مسألة داخلية. بس مشايخ الكرامة أبداً أمور داخلية مع النظام يعني مع مين مكان يعني مع المحافظ مع الهيدي مش أزمي هاي أمور داخلية. بس مشايخ الكرامة لا تركوا الجبل. لو كانوا ضد النظام بفلوا من الجبل بالفترات السابقة. لا تركوا الجبل ولا أمن معرض. وأنا على تواصل مع قسم منهم بيتواصلوا معي. يعني لا تخشى عليهم من غدر النظام مين وانتقامي. يا ستنا النظام دولة ايه؟ النظام مش عصابي.
كيف الحكي يعني؟ يعني انه مين، ليش في اصرار لتصوير هون الناس؟ ممكن انا يكون عندي ملاحظات عليهم، بس انا ما بحطهم ابدا بخانه الاتهام بالحجم اللي عم بحطهم فيه وليد جملات، اكنه هاو الجماعه متآمرين على سوريا وعلى الدروز. ابدا مش صحيح الكلام، لا من قريب ولا من بعيد، وليس مقبول الكلام. ممكن انا بختلف معهم برايي، بيختلفوا معي برايي، بس مش رايحين الجماعه لمطرح مثل لا فيك تعتبريهم جيش حر، ولا فيك تعتبريهم غربيين ولا اسرائيليين، لا ابدا ابدا. لا، في تشويه منظم ومقصود لصوره مش صحيحه ابدا. مير طلال ارسلان، لم تشاركوا في اللقاء التضامني مع السويداء في عباي، وما رايكم؟ لستم راضين عن هذا اللقاء؟ لا، اول شيء يا مهلك شوي، مش راضين عن هذا اللقاء. اول شيء هذا اللقاء حصل فيه غش. هذا اللقاء مشايخ الدين الكرام والمرجعيات الروحيه اللي تواصلت معهم معظمهم امبارح انغشوا بموضوع عباي. مين غشهم يعني؟ رح قل لك. اول شيء الدعوه لعباي هي فقط دعوه، وانا رح سمي. انا بيتواصل معي نهار الخميس الشيخ الجليل الشيخ امين العريضي، نعم، اللي كان هو من الداعين ل اجتماع عباي، وقال لي كلام واضح وصريح انه نحن رح نعمل اجتماع بباي فقط لقيام صلاة الغائب. سألته هل في خطابات سياسية؟ قال لي أبدا، ومتفقين كلنا أنه هيدي وقفة تضامنية مع جبل العرب فقط لمواساة أهل الشهداء والمشايخ، وانه نحن داعمين لهذا. قلت له انتبه يا شيخ، ما يكون في شيء لعبه وغدر، لانه انتبه مساله. انا قال لي انت ليه ما بتطلع اذا فيك تطلع مع سين؟ قلت له لا، انا ما فيي اطلع واتواجد مع وليد بيك اللي قال امبارح، كان قبل بيوم، ومحمل النظام هاي المسؤوليه. هذا بتعرف حضرتك يا شيخ، هذا تضليل للرأي العام، وهذا كلام مش صحيح. نعم. قال لي عم أهلك أمير، أنا مقتنع تمام الاقتناع أنه الدروز في سوريا لا يجوز إلا أن يكونوا في ظل الدولة وبرعاية الرئيس الأسد. كلام هذا الشيخ الذي دعا إلى اللقاء. نعم، قال نعم لك ذلك. نعم، الشيخ العريضي عم سميلي. نعم نعم. صار الاجتماع امبارح، اللي الاعلام طبعا، لانه في قسم من الاعلام بغطي هيدا، تمت صلاه الغائب. واذ فجاه بعد صلاه الغائب، بعد ما تمت الصلاه، بيوصل وليد بيك فجاه الى الاجتماع بعبي، وبيلقي كلمه، وبيرجعوا بيصلوا مره تانية. هاي فضيحة، هاي ما صارت بعد، لا بتاريخ الدروز ولا بعوايا الدروز. ماشي، من ضغط على وصلك ستنا؟ خليني كفي. يرضى عليك. عفوا، لأنه بدي بهمني كتير تتوضح الأمور. بس خلص اجتماع باي، تواصلت مع معظم المرجعيات الدينية اللي كانت حاضرة في عباي، كلهم قالوا لي مير نحن ما كنا هيك الاتفاق، ونحن لا معنا علم ولا منقبل لا من قريب ولا من بعيد هذا الكلام. وصدر بيان عن الهيئة الروحية للطائفة الدرزية رد على هذا الموضوع بعد الاجتماع بثلاث ساعات. نعم. لأنه أنا ستنا بدي يكون واضح، خلينا نحدد مين المرجعيات الدينية في لبنان.
لأنه هاي كمان كذبة كبيرة عم بتم التجارة فيها. يعني الشيخ أمين الصايغ من أكبر مشايخ الدروز يعي تماما، وأنا حاكي معه مش عم بحكي شي بالهواء. الشيخ أمين العريضي، الشيخ بوسليمان حسيب الصايغ أكبر مرجعية دينية اليوم بالدروز، الشيخ أنور الصايغ، الشيخ أبو مصطفى حسين الصايغ، الشيخ العنديري، الشيخ عادل النمر، الشيخ غالب قيس، الشيخ سمحت الشيخ أبو فيصل نصر الدين الغريب، مشايخ علي اللي طلعوا من أسبوعين أو من 10 أيام عملوا زيارة إلى مقام بسوريا، واللي أنا تواصلت وطلب مني من هؤلاء المشايخ الكرام الأجويد الأتقياء الأنقياء الصافين النية وصافين العقل وصافين الوضوح بالهذا، تواصلوا معي لأمنت لهم الحدود وقطعوا بكل عز وكرامة، وتواصلت مع القيادة السورية وأمنت لهم طلعتهم بطلب منهم. طيب هودي كلهم، كل اللي هول عم سمي لك إني بغض النظر، يمكن يكونوا البعض مش كلهم راضين على طلال الأرسلان ببعض الأمور، مش يعني عم قول بالسياسي معي أو مش معي، بس في المسألة السورية أنا مسؤول عن كلامي. بس ما سمي، لحظة لحظة، أنا مسؤول عن كلامي. 90% من القيادة الروحية الدرزية في لبنان، من خلوات البياضة لرشية للشوف لعلي للمتن الأعلى، واضحة وصريحة إنه ولا يجوز لا من قريب ولا من بعيد إلا التزام طائفة الموحدين الدروز بالقيادة السورية تحت رعاية الرئيس الدكتور بشار الأسد، وكل كلام آخر هو كذب وتضليل واستغلال رخيص للعمائم وللهيئة الروحية، هن بعيدين كل البعد. هيدا اتهام لشيخ عقل الموحدين دروز. من هو شيخ عقل الموحدين دروز؟ ما بتعرفه كتير منيح. لا ما بعرفه. لا كيف ما بتعرفه؟ لا ما بعرفه. أنا بعرف شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب، الشيخ نعيم حسن. الشيخ نعيم حسن لست راض عن كل ما يعني هو أصدر بيان، ما رأيك ببيانه؟ لا ما بيسوى بيانه أبدا. لماذا؟ ما هي ملاحظة؟ لأنه هو أيضا متواطئ. أبدا. متواطئ مع داعش؟ يا ستنا متواطئ مع مين؟ يا ستنا خلينا نحكي بصراحة. أنا لما سميلك مرجعيات دينية دخيلك ما تنزليني لا هذا. أنا عم بحكي نحن بالدروز اللي شيخ العقل منه رئيس روحي، تبهي يعني هون كتير مهمة كمان تعرف الحقيقة، في مرجعيات بالدروز أهم بكتير منه. نحن عنا المقياس بالطائفة الدرزية مش مقياس المنصب، عنا مقياس التقوى والدين والزهد والصدق والأمانة والأخلاق والتعاطي بترفع. ما عنا نحن زوربة بالسياسي بمشايخ وأهل الدين، لا ستنا، هيدي أمور بدها تتوضح. أنا لما سميت لك كل المرجعيات الدينية الدرزية الكبرى اللي أنا على تواصل معهم، وعم يجوا لعندي وعم بطلع لعندهم وعم بحكي معهم وعم يدعوا لي دائما بالتوفيق بكل المهام اللي عم قوم فيها، بتثبيت التنسيق مع السيد الرئيس دكتور بشار الأسد في كل ما خص الطائفة الدرزية. وبالتالي من المعيب أنه يتم استغلال حضورهم، لأنه هؤلاء جماعة بيحترموا حالهم. طيب مير، هل هناك من يريد إقحام دروز لبنان في معركة قتال جديدة في سوريا؟ ما حدا في يقحم دروز. أول شيء دروز لبنان مثل ما قلت لك، أنا عم سميلك، ما عم أنا مش عم قلك عامة، سميت بالأسماء وأنا مسؤول عن هذا الكلام. لا مش على، ما لح نقبل الفاجر يأكل مال التاجر، ما لح نقبل، ما لح نقبل التضليل والكذب والنفاق أبدا، ما لح نقبل تشويه صورة الواقع الدرزي في مقص سوريا
أنت يا وليد جملاط حر تختلف مع طلال أرسلان، حر حر تنافسه بالسياسي لطلال أرسلان وتحرمه باللي بيطلع بإيدك فيه تحرمه إياه، بس هاي لا تعني إنك حر تحلل دم الدروز بمنطقة أنت ما إلك فيها، ولا أنت عايش معهم، ولا أنت بتعرف همومهم، ولا أنت بتعرف، ولا رشيت عليهم نقطة مي بكل هالسنوات الماضية. جايين هلق عم بتم التجارة بالنساء والأولاد والشيوخ البريئين اللي عم يتعرضوا لأبشع أنواع الجرائم والغدر من إرهاب كل العالم صنفه إرهاب، لتجي أنت تضيع له البوصلة وتراهن على مشاريع واهية، على مشاريع تآمر على الأمة وعلى سوريا وعلى لبنان وعلى الدروز. مير، أنا بدي أكون كتير واضح، كل من بالدروز بيخطر عباله للحظة لو بحلمه أنه يتحول الدروز إلى حرس حدود لإسرائيل، كل ما نحن طيبين هاي ما بتصير، هاي ما بتصير. لو كلفتنا شو ما كلفتنا، نحن عشنا في هذه الأمة بتاريخ شريف، بانتماء وطني شريف، بعزة نفس، بكبرياء. نحن الدروز دفعنا دم لنبقى في أرضنا، لنحافظ على هويتنا الوطنية والقومية، مش لنصبح خدم لتنفيذ مشاريع مشبوهة تريد تعريضنا لتحلل دمنا بالإطار الإسلامي والإطار العربي الصحيح. متخوف المقاوم من الدور الإسرائيلي. الروسي؟ متخوف من الدور الروسي؟ نعم، على الدروز لا في سوريا؟ أبدا. أول شيء الموقف الروسي واضح وصريح، ما حدا كمان يجرب كمان هيدي محاولة غش. الموقف الروسي، أنا زرت موسكو 3 مرات بزيارة رسمية. نعم، ترجيك، زرت روسيا موسكو 3 مرات بزيارة رسمية، وحكينا بموضوع سوريا وفتنا بالعمق بكل. الموقف الروسي واضح، الموقف الروسي داعم للدولة السورية بشخص السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، ولا مجال للاجتهاد وللتضليل لا من قريب ولا من بعيد. متخوف على دروز إدلب من أي معركة مقبلة؟ لا. لماذا؟ من سيحميهم؟ واصلين. تحدثت مع الرئيس الأسد بذلك؟ لا وقت، واصلين. مش متخوف عليهم من أي معركة مقبلة؟ لا. طيب. مير، لنختم لأن تبقى لدي ربما دقيقة واحدة، كلمة أخيرة، ماذا تقول للدروز في السويداء، للدروز في سوريا بشكل عام؟ لحقلن أنتوا جزء لا يتجزأ من دم سلطان باشا الأطرش، أنتوا أجدادكم وأبائكم، أنتوا ما سكنتوا جبل العرب فجأة، أنتوا سكنتوا جبل العرب وسكنتوا هذه المنطقة عبر التاريخ للدفاع عن هويتها وكرامتها وعزتها وشرفها، ولتعيشوا بحرية وبأمان. ارتضيتوا تعيشوا بين الصخور بأرض قيحلة، بس تحافظوا على كرامتكم وعلى عزتكم. وأنا تحدثت عن وأنا من هون من شاطئ خلدي، اللي نحن جينا كلنا كطائفة لحماية الثغور، وهلق مهمتنا حماية وضعنا الوطني والقومي المقاوم في وجه إسرائيل، للحفاظ على هويتنا وعروبتنا ووطننا وقوميتنا في هذه المنطقة. ونحن معكم في السراء والضراء، في كل ما كرامتكم من كرامتنا، شرفكم من شرفنا. مير، ما رأيك أن نختم مع هذه اللوحة، تحمل رمزية كبيرة بالنسبة إليك، بالنسبة للوثيقة التي تحدثت عنها أنكم وقعتم عليها؟ هيدي هدوني إياها لما طلعت، عملنا وثيقة السويدة. نعم. هيدي بترمز إلى بيارق
وسيوف بنو معروف في جبل العرب كل ضايعة إلى بيرقة. وهذا يدل على وحدة الحال بين لبنان وسوريا طبعًا. بين دروز لبنان وسوريا طبعًا. مير طلال أرسلان شكرا جزيلا لك رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في حكومة قريبا يعني ما فينا ما نسألك هذا السؤال قد بقلب سبع ولا تقد بقلب بني آدم يعني بعيد القصة